بخصوص قناة التناصح الليبية التي فتحت مجال تغطيتها الإعلامية على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة منذ بداية العدوان، لتغطية ما الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. وهذا ما كنا نتوقعه من كل وسائل الإعلام، وبالتأكيد لابد أن نشكر كل وسائل الإعلام بكل توجهاتها واتجاهاتها، وفي كل الدول كانت وقفتها إيجابية باتجاه الشعب الفلسطيني وباتجاه الشعب ما يتعرض له من عدوان إسرائيل.